يا ربي يا كريم. يا الله. رسالة وحميد. عمرو شوف قناتك على اليوتيوب، في مفاجأة ما في مثلها. مفاجأة على اليوتيوب؟ خلينا نشوف ايش في على اليوتيوب. بسم الله، بعدين قناتي. اوه ماي جاد، ما شاء الله، كفو والله كفو. 633 مشترك، 633 مشترك. لا يا ابوي، لازم ننزل اهداء للرجال اللي دعمنا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو وسام من قناة بيس. وش هذا؟ وش هذا يا عيال؟ اقسم بالله كفو والله، كفو والله العظيم، ما توقعت ذا الشيء. اقسم بالله يا اخوان اللي ما توقعت ذا الشيء، ولا يعني ما جف بالي انه راح يصير ذا الشيء. انا اتعدى 500 مشترك، والله انكم كفو، اقسم بالله العظيم. طبعا يا اخوان انا اقدم شكري لزاهر 074، طبعا والله يا اخوان الله يسعد هذا الرجال جد. انا ما توقعت ان في يوم من الايام احد يجي يدعمني، ما توقعت في يوم من الايام احد يجي يقول تعال بنشر لك كذا، والله ما توقعت ذا الشيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا يعني نقزة خرافية، هذه نقزة خرافية صراحة جد. انا ما توقعتها، توقعت يعني نزيد 5-6 مشتركين، لكن 200 مشترك صراحة هذه مرة ما توقعتها، والله كفو والله العظيم كفو، والله يا اخوان انه شيء ابسطني بشكل مو طبيعي، وانا ما اتوقع هذا الشيء، اقسم بالله انه فرحتي يا اخي اوه ماي جاد، فرحتي مرة مو طبيعية والله، هذا شيء جميل وجد. الله يسعدكم ويخليكم يا رب، والله يعطيك الف عافية زاهر، وهذا شيء جد يعني ما ادري ايش اقول لك قلبت شايب، صرت انسى. اوه ماي جاد 600 مشترك، يعني شيء والله خرافي. طبعا يا اخوان حبيت انزلكم ردة فعلي بصراحة، يعني انا ما اتوقع ذا الشيء. ممكن تقولون ايش في هذا 600 مشترك ترى كله، لكن بالنسبة لي شيء كثير. بالنسبة لي انا تقريبا لي سنتين في اليوتيوب، بصراحة شيء كثير، عرفت شلون؟ لان انا ما كنت في يوم من الايام متوقع اني اوصل 500 مشترك، والحمد لله انه وصلناه وتعديناها بعد يعني بشكل كبير جدا. الحمد لله الحمد لله يا رب، والله يعطيكم الف عافية، واتشرف بجيش زاهر، وبصراحة كلكم على راسي من فوق والله، بإذن الله اقدم محتوى يعجبكم، شيء يناسبكم، شيء خطير جدا. في نهاية الحلقة قبل ما انهيها ابي اقولكم شغلة. طبعا يا اخوان اللي حاب يسألني شيء، انا قلت اذا وصلنا 500 مشترك راح اسوي فقرة اسألني، تمام؟ او راح اسوي حلقة عن يعني اسئلتكم اجاوب عليها، حلو؟ فاللي حابب يسألني سؤال ينزل تحت يكتب لي في الكومنت، حلو؟ او اما ضيفني على الانستغرام، انا حط حسابات السوشيال ميديا في الديسكريبشن، ضيفني في الانستغرام، في حط صورة ان فقرة اسألني، فاذا حاب تسألني هناك او هنا براحتك يعني. بس وشغلة اخيرة بقولكم اياها، طبعا يا اخوان احنا نزلت الى الان، صرت منزل 101 او 102 فيديو او 102 حلقة خلينا نقول. بصراحة حاب اسوي احتفالية للمية حلقة اللي راح، لكن هل عندكم فكرة اني اسوي ايش تبون الاحتفالية تكون؟ يعني اتمنى من الجميع يكتب لي اقتراحاته في الكومنت، اتمنى من الجميع يتفاعل معي بالكومنت، ما ابي اطول عليكم. كان معاكم عمرو وسام من قناة تي بي اس، لايك سبسكرايب شير بيس.